الحقيقة ان الجواز من القرارات المصيرية جدا اللي ما بينفعش فيها التردد او عدم الاقتناع او فكرة انا هغيره بعد الجواز. وكان لينا معاكم حلقات كتير كنا بنتكلم فيها على الموضوع ده. طيب دلوقتي بعض الناس ممكن يظهر عندها فكرة انه خطب فلانة او علانة عشان حس باشفاق عليها، وممكن على العكس بنت تانية تقبل بفلان عشان حست انها برضو مشفقة عليه ايا كان السبب. طيب هل الزواج بالشكل ده يبقى زواج قائم على الأسس الصحيحة؟ وهل نسبة نجاحه بتبقى عالية ولا العكس بقى الموضوع ده ليه سلبيات أكتر وممكن لا قدر الله يؤدي للانفصال بعد فترة؟ خلينا نشوف الموضوع من كل جوانبه مع ضيفتنا اللي مشرفونا في الاستوديو أستاذة أشجان يحيى خبيرة العلاقات الزوجية والأسرية. أهلا بيكي معانا. أهلا بيكي يا تسنيم، صباحك فل وصباحكوا هنا يا رب. أهلا بيكي حبيبتي أستاذة أشجان. إحنا طبعا الموضوع فيه تفاصيل كتير وفي أسئلة كتير وأشكال جواز الشفقة ويا ترى بيدوم ولا لا والحاجات دي كلها. قبل ما نتكلم فيها احنا عايزين اصلا توضيح وتعريف لجواز الشفقة. يعني ايه اصلا جواز الشفقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع جواز الشفقة هو يعني ايه اصلا؟ ان حد ممكن كده يجي بباله ان انا اكمل باقي حياتي مع شريك انا اخده من البداية شفقة. فكرة الشفقة هي ايه يعني؟ لو احنا هنقولها بشكل مبسط مش الشكل الشرعي، يعني على اساس الشرع باصص لزواج الشفقة بشكل معين وبيقره وبيحس عليه. يعني اغلب العلماء باصين ان لو حد هيتجوز حد من دافع الشفقة ولكن باسس نبيلة وصحيحة فالجواز ده الاسلام بيحس عليه. احنا بقى لو هنتكلم اسريا واجتماعيا هو يعني ايه اتجوز؟ معانا على التليفون باذن الله. بالظبط. لو انا بقى هتكلم موضوع اجتماعيا بقى وانا بتكلم بقى جواز الشفقة، يعني الفكرة في الأساس لما بنيجي نتكلم على موضوع الجواز نفسه أنا بدور على شريك حياتي، كل واحد ببقى حاطط أسس ومبادئ وقواعد هو بيختار من خلالها ما يتلائم مع ظروفه ومادياته وشخصيته. لما أجي أقول اتحطت قدامي بعض الصفات اللي تخليني أتجاوز أو أزل العقبات عندي، فده أقول عليه من البداية كده أنا بدأت أبص المنظور الزواج من وجهة نظري بشكل مختلف. يعني إيه؟ يعني أنا بقى بدل ما بحط مواصفات وأنقي عليها عرض، لا ده أنا عندي عرض وأبدأ أشوف أخد منه إيه، أنتقي أفكر فيه وأزلل الحاجات الأسس اللي أنا حاططها بحيث تتلائم معاه. الدنيا هتتلعبك كده عشان نبسطها للناس عشان دخلت في بعض مصعبه عليه. انا لما بشوف حاجه جواز الشفقه انا ببص لحد ان انا والله ده صعبان عليا او بصص له بنوع من مش عايزه اقول ان شفقه او ان انا بصص له بنظره فيها انكسار شويه اللي هي بنسميها الصعبانيات بتاعتنا، صعبانيات او ان انا بصص له انه في جانب معين ينقصه. فانا بشوف ان انا ممكن اخد عارفه العروض كده مع اختلاف التشبيهات، فبتقول والله انا ممكن اتجوز الشخص ده او ممكن اخد البنت دي وانا اتغاضى عن النقاط دي. الحاله دي اسمها نبل، ولكن النبل شعره صغيره جدا بينه وبين ان انت تبقي دخلتي في من او دخلتي في ان استغلال او دخلتي في ان هكمل طب بعدين ابقى اتجوز واحده تانية. فهي خط صغير جدا بين ان الانسان يبص للموضوع بنبل. يعني النبل ده صوره واشكاله كتير جدا، ان ولد يقول ده انا متربي مع بنت خالتي وهي مش متخيله ابدا ان ممكن اتجوز حد غيرها، هي كويسه وكل حاجه بس انا كان نفسي مواصفات تانية، بس انا اكمل دخلتي تهد الدنيا والبت تموت نفسها. او واحده تقول ابن عمي، او واحده تقول انا ده انا ما اعرفش غيره، ده احنا مخطوبين بقالنا 5 سنين ومقري فاتحه بس لما نضجنا فالموضوع اختلف شويه بس انا ما اعرفش احب حد غيره. فهل الانماط دي ينطبق عليها شكل من اشكال الشفقه؟ نقدر نقول في الحاله دي اه، لان هنا مقاييس استكمال الزيجه في عنوان كبير هو اللي بيربطها. انا مش هسيبها، ما ينفعش اسيبها. بما انك اتكلمتي على مقاييس استكمال الزيجه نفسها، طب البعض بيقول هل الجواز ده ممكن يستمر؟ يعني انا مثلا جوزت فلانه عشان اشفقت عليها منها مثلا بنت شهيد ولا مرات أيوة. شهيد ارمله شهيد او الكلام ده، وجوزتها لهذا السبب او غيره من الاسباب الشفقه المختلفه اللي حضرتك فصلتي بعضها، هل الجواز ده هيبقى جواز ناجح ولا طالما اتبنى على اساس الشفقه ده معناه انه مش هيستمر وانه اسسه مش مظبوطه؟ لو الاساس فيه شفقه بدون سقف، يعني ايه؟ يعني انا على طول باصص لها انها عيانه او حاطط ان انا بكمل مع الشريك ده عشان ما ينفعش اخد غيره او عشان مادياتي مش جايبه او عشان اي اصل. الجدول تحت كلمه شفقه كبير جدا ومفتوح، في المرض وفي الاهل وفي التعود وفي لم اعرف غيره ما اعرفش احب حد تاني وهو ده اللي اتربيت على ايده.
فالجدول كبير جدا تحتها، او ضغط من الاهل او سواء للبنت او الولد، على فكره الاثنين متساويه في موضوع الشفقه ده. ولكن العنوان الكبير لو انا فضلت حاطه ولم اضع بجانبه شويه نقاط، الجوازه ما بتتمش. يعني ايه؟ يعني هي بتبقى ان انا برقي الحاله ان هي خلاص هي نصيبي وانا هكمل معاه، وهي ما بتنقص اي حاجه، والرضا بالموضوع وان اللي عملته خطوه وعدت. ما بيكملش ليه بقى؟ لما انا بفضل واقف عند النقطه، لما بعدد فيها كل شويه لنفسي مش للشخص، يعني كل شويه اقول قدام عينيا ايوه انا على فكره انا ما كملتش، انا ليله الفرح اتقال لي ما تكمليش وكملت، انا كان المفروض كذا، انا تقدم لي احسن منه، انا مش من يوم ما اتجوزت، يعني في بيبقى 11 سنه و12 سنه، فانا ندمانه جدا ان انا اخذت زيجه، ده انا كان قدامي فرص ثانيه بس خلاص ما كانش ينفع ارفض في الوقت ده. فلو هي فضلت او فضلتي عند نقطه الشفقه او ما تخطيتهاش، فبالتالي الزيجه بنسبه 80% بتفشل. ليه؟ لان انا عندي عنوان كبير بيبوظ الجوازه، ان انا على طول كل المشاكل الطبيعيه اللي بتقوم بين الزوجين او بتنشا بينهم نتيجه الخلاف والاختلاف، فعندها حاجه اقوى منها انها تكبرها. يعني انا وانت كل يوم بنتخانق على حاجه تافهه مثلا، او في خلاف عادي على هدوم، على اكل، على طريقه كلام، على زعله بسيطه، فانا بحط في كل مشكله صغيره او كبيره موضوع اصلا انا اتجوزتك شفقه، او انا اصلا ما كنتش المفروض اقبل بيه. بس سواء صرح بيها او لا، فعلا سواء صرح بيها او لا، جواز الشفقه من المنظور المجتمعي، منظور العرفي والعادات والتقاليد، ممكن الناس بتبص عليه انه نبل، انه اخلاق، انه لو عمل كده يبقى ابن اصول، وانها لو عملت كده تبقى بنت اصول. بس اكيد الشرع له كلمه مختلفه في الموضوع ده. خلينا نستقبل ضيفنا على التليفون، الشيخ يوسف عبد الدايم من الدعاء الاسلامي. اهلا بك يا شيخنا. زياده اهلا بالاستاذ اشجان، اهلا بالاستاذ سنين، نورنا يا شيخ. اهلا بحضرتك. عينو بالساده المشاهدين. الله يكرمك. شيخ يوسف، حضرتك سمعت معانا طبعا موضوع جواز الشفقه. هل الاسلام بينظر لجواز الشفقه بمنظور اخر، له نظره اخرى، بيتكلم عنه مستحب، مكروه، ينفع، ما ينفعش؟ راي الشرع في جواز الشفقه ايه يا شيخنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد. لا بس دعينا يا استاذه نعمل حاجه اسمها تحرير المصطلح. يعني ايه تحرير المصطلح؟ يعني حضراتكم الان بتقولوا ان انا هتزوج هذه المراه شفقه بها، اي رحمه بها، او اتزوج هذا الرجل شفقه به او رحمه به. يعني الشفقه تعادل عمليه الرحمه، هي صعبانه عليا ان هي متسابه كده لوحدها، او هو صعبان عليا ان هو يعني بيتساب كده لوحده، فانا هتجوزه رحمه به او شفقه عليه. الرحمه الاسلام دعا اليها وندب اليها ورغب فيها، ولكن يعني دعينا نقول لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يتكلم الصحابي اللي هو الانصاري لما خطب واحده ولم يرها، يعني خدها من باب هي من بيت فلان وخلاص، عندهم بنت اتجوز البنت ديت عشان هي من بيت فلان او رغبه في اهل فلان. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اذهب فانظر اليها فانه احرى ان يؤدب بينه، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما لمش عليه، ما قالوش ان الجواز بتاعك دوت مش نافع، ان جوازك ده غير موجود، ان انت بتخالف الشرع في النقطه دي. قال له لا، روح عشان تحقق المقصود من الزواج، وهو عمليه الأذن او الالفه او المحبه ما بين الزوجين. فهي هنا القضيه كده، الانسان مننا بيبدا مع اي زواج باي صوره من الصور، ثم ينتهي بعد ذلك بمجموعه من الحقوق. ان ادى الزوج هذه الحقوق او ادت الزوجه هذه الحقوق، يجرع الله سبحانه وتعالى بينهم بالموده والرحمه والالفه. فلما الانسان يولد رايح يتجوز انسانه شفقه، زيها بالضبط زي الانسان راح يتجوز واحده عشان نسبها، عشان ابوها، او عشان المال بتاعها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يحدد نظرات الناس لعمليه الزواج، قال تنكح المراه لاربع، لمالها ولدينها ولجمالها، تظفر بذات الدين تربت يدك. لما جه يتكلم حدد الاربع امور، قال واحد بيتجوزها عشان الجمال بتاعها، واحد بيتجوز واحده عشان النسب، هو ما نظرش لها من الاساس، ما نظرش للمراه، او المراه ما نظرتش للرجل، هي اتجوزته عشان العيله بتاعته. فديت معايير الناس. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للانسان لا والله خد صاحبك، ان الدين انت عذر الامور، لكن لو هي كانت صاحبه جمال وصاحبه دين، اللهم لك الحمد يا رب. الضبط لها المال يا سلام، اذا كان كمان الضبط لها النسب، او ممكن تشوفوا لي عروسه معاكم، مفيش مشكله خالص، وناخد الاربعه. تمام؟ فهو الانسان دايما بيدور على هذا الامر يا استاذ، بيدور على الكمال في الشيء، لكن لو الانسان راح يتجوز واحده شفقة بها، او تزوج او المرأة تزوجت رجل شفقة ورحمة به، الشرع لا يضر هذا الامر، يعني ما عندك مشكلة فيها خالص.
ولكن لو مجرد ان انت تقول ده انا اتجوز، مجرد ما تقول ان انا اتجوزت اصبح في عمليه حقوق متاحه ما بين الزوج والزوجه مطالب بها، ويجب عليه ان هو يقدمها. ان قصر في هذه الحقوق تبدا بقى هنا العمليه تحصل فيها الاشكاليه الموجوده اللي الشرع ينظر اليها اذا هذا الزواج محرم او واجب او مندوب. فان قصر في هذه الحقوق الزواج اللي انت بتقول واخده شفقه دهوت، ده انا هتجوزها بس عشان تبقى تحت ظل راجل، لا هنا ما فيش حقوق هتاخدها، يبقى هنا الزواج محرم. يحرم عليك ان انت تفعل هذا الامر. طب اوقات يا شيخ يوسف بتحصل بعض الحالات، يعني مثلا واحده تقدم لها واحد مثلا قعيد مثلا، او عنده مشكله صحيه ممكن تحرمها من الخلفه، او تحرمها من انها تبقى زوجه طبيعيه ماشيه في كل حقوقها العاديه، وهي في الاول ما دام راضي ان هو يتنازل عن بعض حقوقه لا مشكله في هذا الامر. السيده السوداء لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يطلقها قالت ايه؟ ادع يومي لعائشه، ولكن ما طلقنيش، سيبني تحت ايه؟ تحت فضلك. فهنا نقول ان الشرع قال الكلام ده حرام؟ لا، يعني لما يكون مثلا انسان متزوج من سيئه او خاطب بنت من البنات مثلا وكانت طبيعيه في ذلك الوقت، ثم اصيبت مثلا بسرطان وتم استئصال عمليه التبييض مثلا، او اصيبت بالسرطان في عمليه الرحم وتم استئصال الرحم في اثناء الخطوبه، قال لك لا والله ده انا هكمل معاها مش هسيبها، انا كنت ممكن اكون في هذا الامر. خلاص يعني هو تنازل عن شيء من حقوقه، ولكن بعد الزواج لا يلوم، بعد الزواج لا يقول ده انا عملت، والله انا عملت كذا وتنازلت عشان خاطر كذا وكذا. ما يتبعش اسلوب المن. مش من حقك شرعا تعمل هذا الامر ما دمت ان انت تنازلت عن حق من حقوقك الشرعيه الموجوده في بيتك او في طب هل مقبول يا شيخ يوسف شرعا مثلا ان واحده او واحد يتنازل عن حق من حقوقه في مقابل مثلا ان عنده فلوس كتير، شريك الحياه ده عنده شريك عنده فلوس كتيره هتعوض المشكله اللي موجوده، او هتعوض حته الشفقه اللي انا متجوزه بسببها؟ والله هو الانسان بيتنازل. بص يا استاذه، هو الانسان انا عندي حق، وهذا الحق الطرف الثاني مطالب ان هو يعطيه لي، تمام؟ وانا تنازلت عن هذا الحق، ما في مشكله فيها شرعا خالص نهائي، ما في مشكله فيها، ولكن هذا التنازل لا يؤدي الى الاضرار بحقوق الاخرين. هنا المشكله بقى، ان انت هتيجي لا والله ده انا هتجوزه وهو شكله وحش، بس فلوسه هتعوضه، طب لما اجي في عمليه الفراش، طب لما اجي في احترامه قدام الناس هتتغير النظره؟ لو هتتغير يبقى هنا في حرمه، لكن لو الصوره مستقيمه والصوره ثابته لا مشكله فيها شرعا. براحتك تنازل كما تريد عن الحقوق التي تريدها، انت حر في هذا الامر. يعني احنا عندنا من ضمن عمليه الزواج المباحه شرعا هي عمليه زواج المستيار، ان هي المراه بتتنازل عن النفقه وعن موضوع السكنى. فاحنا بنقول ان احنا في الشرع ان هذا الزواج صحيح لان بني على اركانه الصحيحه اللي هو الشهود والولي والاشهار والعقد وكل حاجه من هذا الامر، والشرط فاسد. ممكن تيجي ساعتها تقول لا والله انا هرجع في الشرط اللي احنا اتفقنا عليه، انا عاوزه بيه حقها شرعا. هترجع في الشرط ده؟ تقول لا انا مش هكمل على اللي اتفقنا عليه في الاول، لا هنغيره من المسيار العادي. بنقول ان الشرط فاسد. معايا يا استاذه؟ بنقول ان الشرط ايه؟ الشرط فاسد. يعني الشرع قال لك الزواج، احنا الشرع عندنا بيقسم الامور باجزاء، ما بياخدش النظره الكليه للمساله. فلذلك انا بقول لحضرتك، انت الان بتقولي انا هتنازل عن مثلا ان انا عمليه الانجاب، هتجوز واحده الرحم بتاعها متشال شفقه بها رحمه بها، قول زي ما انت عاوز تقول قول. تمام؟ حقك، مفيش مشاكل، اتفضل اتجوز، انت حر، دعاك شيء لترغب في زواجها، ولكن هذا الادعاء او هذا الامر لا ينقص من حقوقك كزوجه، ان انت تحترمها، ان انت ترفع من قدرها، ان انت تديها الحقوق الطبيعيه للزوجه. فاذا قصرت صار الزواج فيه شيئا من بدايه الزواج، لو انت لو النيه ديت صار الزواج محرما في حقك. تمام، ولكن ليس باطلا. وضحت الصوره دكتور يوسف. تمام يا فندم، نشكرك شكرا جزيلا. شيخ يوسف عبد الدايم دعاء الاسلام، الحقيقه الجانب الشرعي واضح قدامنا. هو الشرع ما فيهوش اي مشكله ان هو سميها زي ما تسميها، شفقه بها رحمه بها، ولكن لو هتاثر في حقوقها وانت هتاثري في حقوقه باستنادا على السبب ده، لا يبقى هنا يبقى فيه الحرام ويبقى فيه المشاكل الكبيره. سؤال صريح ليك يا استاذه اشجان، لو واحده من بناتك تقدم لها عريس وهي مش بتحبه ومفيش قبول، لكن قالت لك يا ماما
انا مش عايزاه عشان شخص وانا مشفقه عليه، هو صعبان عليا وعايزه اكبر بخاطره ومش عايزه اكسر خاطره، فانا هوافق عشان السبب ده كأم بعيدا عن لا طبعا تتعامل معاها ازاي يعني هي... ولو الموضوع فضل في دماغها انا صعبان عليا ليل ونهار طول صعبان عليا هتيجي على فكره حصلت مره في عيله مقربه من القرايب يعني، وحد كان كده وعنده الشاب شال الاطفال وتقدم لبنت من بنات العيله وهي كانت هتوافق عشان صعبان عليه. بصراحه من الناس اللي اتدخلت قلت لها ما تكمليش، مش عشان حاجه، ما ينفعش ان انا يعني زي ما النموذج ده شفت نموذج تاني كان الاعاقه اشد والبنت بتتكلم انها بتشرح صفات الشاب ما ذكرتش خاص موضوع الاعاقه. عم تقولي هو بقى بس انا حاسه ان في حته عندي شويه، حاسه ما جابتش سيره الاعاقه، انا مستنيه هتقولها اهي، ما جابتهاش خالص. في حين الحاله الثانيه قالت اللي انت بتقوليه بالنص يا ندى بالظبط. قالت انا شايفه هو مهندس وهو 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 وكويس جدا، بس انا لو هجوزه هيبقى وكفايه ان هو دايما هيبقى شايلني على راسه. طبعا ما ينفعش، ففكره انا حاطه عنوان كبير لشركه ما ينفعش يبقى ده عنوانها، يعني ما ينفعش ان انا ابقى مكمل على طول عشان هو صعبان عليا وهي صعبان عليه. سكن والموده ما فيهوش صعبانه. ان انا متجوزاه لانه عفوا مش هيبقى له عين يعمل لي مشاكل مثلا، عينه مكسوره مني، لا أو هي هبقى عينه يعني عارفه مني هبقى بصة هو شايل لها جميله قوي ان انت واحده سويه وحلوه وسنك صغير وما عندكيش مشكله في الازمه دي وبسطي لي، فدايما هي هتبقى حاسه بالتقدير. في نفس الوقت هكسر قلبه، ما هو ده اختارني. وموضوع الاعاقه طب انت خلي بالك في جانب من الخدمه هتبقى موجوده، ماشي ما فيش مشكله هنزللها نجيب حد. ما ينفعش ان انا بصة للموضوع بحسبة كده. النبل في العلاقة من أساسه إن أنا ببقى متغاضية لو في أزمة، يعني زي اللي بنشوف إن هو بيبقى عندهم زي ما الدكتور تفضل بتلاقيها في الخطوبة لا قدر الله جال سرطان أو جات حاجات كده، بتلاقي في ناس منتهى النبل معاها من باب إن ما ينفعش أكمل من غيرها، وفي ناس بتبقى بتكمل بس جبرا يعني هعمل إيه؟ يعني واحدة قالت إحنا راجعين من عند الدكتور ولما قال في استئصال قبل ما اوصل البيت كان قال لي كل واحد يروح لحاله. نهار قبل ما اروح البيت قلت ده ربنا يا حبيبتي نجا، فقالت لي ما انا عذرته برضه وهيكمل مع واحده ليه كده؟ ده انا لا حملت ولا اتجوزت ولا حاجه، وهو قال هيبقى صعب، فهو عرف موقفه من البدايه، فمعرفه العنوان الكبير بتريح وتستريح. النقطه اللي بتقولي عليها دي انه ما فيش حرص حتى على مشاعر الطرف المقابل ولا حتى في تقدير للموقف اللي حصل. انا هرجع لك فيها لانها بتحصل كتير، ولكن خلينا نشوف راي استاذ احمد من ليبيا في جواز الشفقه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ احمد. السلام ورحمه الله وبركاته. نعم الله يبارك فيك الله يسلمك يا الله الله يسلمك بس جات سنين الله يكرمك. رايك ايه في جواز الشفقه؟ انا بس عايزاك تقف في حته فيها شبكه مش قادره اسمعك كويس شويه. ما برجحش جواز الشفقه لانه فيما بعد هتحصل مشاكل هيعايرها او هي هتعايره بالعيب اللي هم اتجوزوا بعض عليه. ده انا ما بفضلش الاول، انما انا المشكله بتاعتي عندي مشكله من حوالي 5 سنين. الحمد لله تواصلت مع الاستاذه اشجان امس. رديت على حضرتك امبارح. وانا تواصلت مع الاستاذ ايوه ما كملتش الرد يا استاذه اشجان. المشكله انا بعت الرساله دي للاستاذه تسليم من سنه ونص. خلافات جامده بيني وبين اولادي وبيني وبين اسرتي. دي على اساس الواحد لازم ياخد ال 50 سنه ونفسه يكون يحب ويتحب. هل حرام ان الواحد في دخل في 51 سنه او 50 سنه ان هو عايز يكون عاطفي؟ ده حرام ولا هي ايه مشكلتك مع زوجتك؟ يعني زوجتك مش بتبادلك نفس المشاعر ونفس الاحاسيس ولا بتقول لك انت كبرت بقى والكلام ده؟ بالظبط انت بتقول لها مثلا انا مثلا راجل في الغربه وعايز اتكلم معاك مثلا عن نفسي زي ما انت بتتكلم عن نفسي. يقول لك انت انسان الكلام ده من 5 سنين. هو المسافر ازاي دلوقتي في خلال 3 سنين اللي فاتت؟ وطبعا الاستاذه اشجان الله يبارك في عمرها قالت لي انت المفروض تروح. المروحه احنا ده حصل لنا عمليه بس زي مشكله الريان زمان. طب هو انت بتشوفها كل قد ايه؟ بتنزل مصر كل قد ايه؟ انا نزلت من خمس سنين سوا. هو مش الفكره في النزول، الفكره ان احنا لما بننزل بنقصص من 3 4 شهور ففي فجوه كبيره زي ما قلت لك يا استاذ احمد امبارح. هي حضرتك اسمعنا من التلفزيون يا استاذ احمد هي الفجوه قبل ما نجاوبه معانا بس اتصال ناخده وبعدين من مصر. السلام عليكم استاذ محمود. السلام عليكم يا فندم، تحياتي ليك يا فندم، تحياتي لمسؤول اشجان. الله يكرم بيك يا فندم.
رأيك إيه في جواز الشفقة؟ شايف إن الراجل ممكن يتجوز ويعيش سعيد مع واحدة هو كان متجوزها الأول شفقة بيها والعكس؟ هي جميلة جدا إن هو يكون ده إحساسه، بس هيبقى جارح جدا لو هو بين الكلام ده بعد كده، لأن هو كده ذبح بسكين كده، مش ملوش لازمة كل اللي عمله. لو بين كلمة أو حركة بعد كده أو إيماءة منه اللي قدامه، يبقى كل اللي عمله ده كان قيمته أحسن، كان قيمته كان هيبقى جرحه أقل بكتير يعني. فاللي يقدم على حاجة زي كده يكون عارف تماما هو مقدم على إيه، لأن هو مقدم على رحمة، ودي جميل على فكرة. أنا هقول لك على حاجة، في وقت من الأوقات أنا ما كنتش ملتزم فيها، وكنت صغير وكنا يعني بنعاكس البنات كده، فكنا خمسه كده في المدرسه وكنا عاملين يوم شفقه كده بنعاكس البنات الوحشه. برضه فينا حاجه جميله، يوم شفقه يعني معاكس البنات الوحشه. الله على العنوان. الشفقه دي الشفقه اللي معاكس البنات اللي ما بتتعاكسش، يعني البنات اللي مش بتتعاكس، القلب الرهيب نوبل في يعني بغض النظر، بس ان هي نبيله نبيله قوي يعني، قلبك قلب خصايه. كمل يا استاذ محمود. ولما كنت بتشفقوا عليهم وبتعاكسوهم كانوا بيعملوا ايه؟ ارفعوا روحهم المعنويه. عشان خاطر انا قلت كده، انا قلت زمايلي كده ساعتها، قلت لهم تخيلوا دول ما حدش بيعاكسهم خالص، يعني تخيلوا يعني ما حدش ابدا بيعدي عليهم يقول لهم كلمه، مش ممكن يعني، يعني ما احنا ما عندناش دم خالص كده. انا عارف يعني. ففعلا بيتعاكس اللي هم جميل جدا بقى، جميل جدا الموضوع ده لو دخل في الجواز بقى وفي العلاقات الجميله. ده المعاكسه بتعمل كده، فما بالك بالجواز بقى. بس بقى يعني ده راي حضرتك يا استاذ محمود في الجواز الشفقه، ان هو ممكن يعلي الحياه الاسريه والزوجيه، وان هو يبقى من حيث المبدا تمام. يعني كانت النيه بتغفر الذنب اللي انتوا بتعملوه، يعني انا بعاكس فعليه وزر، بس انا نيتي خير والله. طبعاً عشان طبعا انا نفسي اعترفت في الاول، اعترفت ان انا طبعا طبعا يعني انا ما هوش طبعا صح يا استاذ محمود. هو بيقول هو مش مقر ان ده حاجه صح، هو بيقول ان دي كانت حاجه غلط بتحصل يعني. وقت الشباب قبل ما يلتزم. جبر الخاطر عنوان كبير، هتلاقي تحته كل حاجه ممكن اعملها من باب جبر الخاطر. بالظبط يعني. ممكن تبقى حاجات مش صح وحاجات حرام وحاجات من احنا نجبر بيها الخاطر. شكرا ليك يا استاذ محمود، بس ما تعملوش النوايا خلاص بقى. انا بيقول لك كنا صغيرين وعدت خلاص. طيب المتصل الاولاني كان شعرهم نبيل. ايوه تخيلي كده بنعاكسها بس عشان نجبر بخاطرها. لو رجعنا للاتصال الاولاني، استاذ احمد بيقول واضح ان هو مسافر فتره طويله، اتواصل مع حضرتك. انا مش فاكره رسالته بصراحه، ما هي من سنه ونص، وحاول يفكرني بيها بصراحه. بس مراته مش بتبادل نفس المشاعر، وعايز يعيش يحب ويتحب. واضح ان هي بقى شايفه ان احنا كبرنا وعم، خلينا نركز. لا هي الجزئيه برضو اللي هو اتضحى امبارح، ان هي احنا من يوم ما اتجوزنا كده، فدي كارثه. اللي بالك يعني هو في جفاء في العلاقه، والازمه دلوقتي ان هو يعني هو كان بينزل اجازه بنقعد 3 شهور متخاصمين. قلت له كنتوا بتعملوها ازاي يعني 3 شهور، بعدين وصلنا ل6 شهور، وصل ارقام كبيره جدا. فانا دلوقتي زي اللي قاعد كده وبص للطريق كله، وانا مشيت ده ازاي؟ فطب انا كنت فين طول الطريق وانا بمشي؟ هو دلوقتي على فكره المعاناه الزوجه والولاد، يعني البنات ما بتتواصلش معاه، البنات ما بتتصلش، ما بتكلموش، بيتكلموا على قد القد. فخلاص هي ماما زرعت فيهم الجزئيه دي بتاعه ان في جافه في العلاقه، في فطور فيها. هو بيسال ان انا طب انا عايز الود. هو مجرد حرصه على الود ده يعني يؤجر عليه ان هو لحد دلوقتي ما فكرش يتجوز تاني، لحد دلوقتي بس هقول لك طب ما فكرش يطلق. يعني هو انت متخيله واحد باعت لك من سنه ونص نفس المشكله ولسه بيعاني في نفس الازمه، وهو مغترب اصلا، مفيش مكالمه، مفيش كلام حلو، بنقعد بشهور ما بترفعش عليه سماعه، لما بيتواصل كلمتين وطلبات وبس، بينزل اجازه والاجازه بتبقى شبه السفر برضو، في هجر في الفراش كتير شهور. فكل دي نقاط صعبه جدا على ان افضل ما اعملش كده، ما نورش اللمبه في حياتي. هو انا مكمل ازاي كده؟ هو انا ليه مش هقول لهدد بطلاق، بس احنا ازاي نكمل كده؟ هي انا قلت له انا ما سمعتش يعني اجابتها ايه، اصل ما فيش ست بتحب الجفا يعني. انا ما لبست وما اتذوقش وما اسمعش كلمه حلوه وهجر بال3-4 شهور وبخصمك كتير وقسيت الولاد عليك، كل ده ليه؟ العنوان الكبير ليه؟ فلازم انا وجهه نظري ان هو يعني انت في مكان يعرف يروح ويجي، فان انت تنزل اعمل قعده فورا، احنا واصلين لكده فين، واسمعها وخلي حد يسمعها، وحاول قبل كده ان حد يتصل بيها بس قصرت في الكلام معاها. فشوف ان انت لازم احنا ماذا بعد،
والبنات لازم ان انت تبدا تتواصل مره في اثنين في ثلاثه لحد ما انت اللي تحنن القلوب ان هي تتكلم. وان لم يكن حقك ما حدش يقدر يقول لازم تتجوز، بس نسمع وجهه نظرها ونشوف مبرراتها ايه. انا ما ينفعش انا اقول له كمل حياتك يا استاذي عشان خاطر الولاد، ما هو الولاد قاسين معايا، او كمل حياتك عشان مش هينفع تتجوز والولاد كبروا. ما حدش يقدر اسمع وجهه نظرها. افرض هي تقول لك انا ما عرفتش احبك مثلا، او انا بكمل، او انت اصلا كنت قاسي، او انا كنت رافضه غربتك ليا، فممكن هي تدي عنوان يبرر، رغم ان ما فيش مبرر لزوجه ان هي تهجر الزوج بالشكل ده، بس اسمع منها واعمل قعده واثنين وثلاثه ودخل ناس يتدخلوا بحيث ان انا اصل لحل. انا دلوقتي حياتي ما ينفعش تكتمل كده، ما ينفعش ان انت كمان سنه وتشتكي نفس الشكوى، ما دامك حريص احسم الامر فورا يعني. تمام. طيب استاذه اشجان، جات لنا رساله على الخاص، مش حابه تتصل بالتليفون. هي بتقول انا اتجوزت شفقه مني عليه، وعلشان دينه وعلشان كنت بحن عليه، هو كان معتقل وظروفه صعبه، وانا من عيله وتعليم عالي، وفي الاخر حاسس بالنقص وعايشه في جحيم. لا حاسه بالفرق بيننا. يا ريت توعوا البنات من الحته دي، لانه ما فيش في الجواز شفقه، دي حقوق وحدود. على فكره هي فتحت نقطه مهمه جدا، سواء هو كان معتقل او هي كانت معتقله، او هي بنت شهيد، او هو او عاديه او مطلقه عاديه. في الجزئيه دي بالذات يا استاذه اشجان، الناس بعض بيستغلها، والبعض بيعملها مدخل مش كويس. هتجوزها هاخد ثواب، ان انا يعني هتجوزها هي وربي عيالها والكلام ده كله. وانا شفت بوستات كتير على فكره لزوجات شهداء قالوا لو سمحتوا احنا مش منتظرين صعبانيات منكم، احنا زي الفل باولادنا. ما تجيش انت عشان عايز تتجوز فتقول اصل انا رايح اجيب زوجه شهيد وتتحجج بينا. النمط ده كله على بعضه ما ينفعش ان انا ابقى بشفق عشان هو كان معتقل او هي زوجه شهيد. صح. فكره ما هي دي النقطة يا ندى اللي في الأول قلنا، موضوع إن أنا الشفقة بتفضل العنوان اللي أنا بنطلق منه، بمعنى إيه؟ إن أنا ذللت كل صفات الشخص أو الشخص يعني البنت أو الولد إن أنا أكمل بيها عشان العنوان الكبير ده. أصل هي بنت معتقل أو بنت شهيد أو هو معتقل، فهي حطت هو معتقل، ماله معتقل؟ شخص عادي جدا اتعرض لأزمة، مناسب اجتماعيا دينيا، موضوع الالتزام، موضوع التعليم، المستوى الاجتماعي، الفكر، الأزمات النفسية. أنا بتك على نقطة الأزمات النفسية دلوقتي للمعتقل وللعادي والسيساوي والشرعي. كل الدنيا بقت بسبب الأعباء والضغوط والظروف العامة وطغيان الظلم في البلد عموما، الناس كلها لازم يا جماعة فرغوا الطاقات السلبية اللي مخلية النفس مش سوية، بتلاقي ناس عادية خالص ولكنها واقعة تحت ضغوط. فأنا أقعد مع شخص وأقيمه من كل حاجة، وبعدين النقطة بقى بتاعت أصل هي معتقلة أصل هو معتقل، خربة بيوت كتير بلفظ خربة، مش فيها مشاكل، لا خربة ان هي زي ما هي بتقول كده، انا حطيتها وخلص عملته ملاك. ما تحطوش يا جماعة لحد جناحين وتكملوا، اصل هو خاتم للقرآن، اصل هو ملتزم جدا، اصل هو كان معتقل، اصل ابن شهيد، اصل ده دي كانت معتقل. ما تحطوش عنوان لملائكة ونبدأ نتصرف وكأن كل الصفات اللي تحت تدوب فوق العنوان الكبير ده، ما ينفعش. هم كلنا بشر، لما تيجوا تقيموا زي ما قلت كده، البنت اللي قيمت الشخص اللي عنده إعاقة جسدية، إن قعدت قيمته عقليا كل حاجة، العند، طولة البال، نظرته الحياة، نظرته، طب أنا مستنيها تقول الجملة، ما قالتهاش غير في الآخر خالص. طب وبالنسبة يا فلانة الإعاقة اللي أنت إيه؟ قالت لي مش حاسة إعاقة، المعاقين معاقين الفكرة، عادي يعني، هو السلام يعني هيعملوا إيه؟ عادي. هو قادر يقوم بحياته وبخدمتها، يعني بيقضي احتياجاته كلها، وهو دلوقتي عنده 26 سنة، أنا اللي هاجي أخدمه؟ لا بس الزواج غير، لا عادي. وفي أنماط احنا عارفينها ما شاء الله ومرتبطين بناس من ذوي احتياجات خاصة، ما شاء الله والزيجات ناجحة، المجتمع هو اللي بيفشلها بالنظرة، بالتعليقات، بالكلام، بإحساس العجز. والله يا جماعة العجز عجز عقول. لما أنا أقول إن ده عنده عنوان كبير أبدأ أخش بيه الشفقة، أو زي ما كنت بحكي لكم موضوع البنت اللي جالها السكر وهو مشفق عليها إن يسيبها، فبيتعامل معاها على طول ان يا حبيبتي اقعدي، طب الاكل، فقالت لي وطرني زياده فسكري على طول في السماء، من يعني هي بنوته ومعاها طفل واحد وجالها سكر ما راحش،
فبتقول هو على طول بقى باصص ايه بس احنا كده مش هنقدر نجيب طفل تاني. طب فعمل بقى في الاكل، انا نفسي في حاجه حلوه بس ما ينفع. فقالت لي ضغطني بموضوع زياده، معلي لي السكر زياده، معلي السكر على طول. فكل ما اقيس السكر عالي، كل ما اقيس السكر، فانت بقى واضح. طب الطفل، طب وكل شويه البنت تتعب، بيقول لها الاحسن يكون هيجي لها سكر زيك. فبتقول لي على طول بقيت حسن عندي عاهه كبيره جدا، اعصابها متوتره. فهي تصل انها تفكر انها تنفصل، يعني واصله ان انت انها قالت لي هو عمال يقول طب بس ما تجهديش نفسك. فده مش خوف، ده على طول بيدوس على الحته اللي عندي فيها ازمه. ممكن يكون مش قاصد ولا واخد باله ان هو هي وجهته اكتر من مره، بس هو قال لها ما هو خلل كبير في حياتنا وابتلاء شديد واحنا بنتعامل معاه برضا وكل حاجه، فهو عارفه بيصلح بس بيعكعك الدنيا لو جه يكحلها عليها. فهي ما ينفعش ان انا ابص للموضوع بالصعبانيات واعمله مدخل يدوب. لا، الجواز هو جواز، وبنشوف لما قلنا سكن وموده ورحمه ما قلناش فيه ونخلي بالنا من كذا وكذا في ذوي الاعاقات. لما احنا بنقول فاصفر بذات الدين فدور على الدين، لما قلنا مالها وجمالها وحسبها ونسبها فدور، ما قالش برضو وهو بيدور فيهم ان هي برضو ظروفها. لا، مظروفها، هو جاب المال وجاب اول حاجه والحسب والنسب. فهو التدرج في الاسلام، وهو بيقول لك الحاجه حط لك موضوع الشفقه، ان انت لو في حاجه بتبص او في دافع معين ما تخلوش هو العنوان الكبير. في شفقه من نوع تاني لسه عايزين نتكلم معاها، بس خلينا ناخد اتصال من استاذ محمد من البحرين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بيك. الحمد لله، فضل ونعمه. يا اهلا يا اهلا بحضرتكم، اشكركم على البرنامج بتاعكم. انا كان ليا مشكله. اتفضل سامعينك. انا دكتور كبير، وزوجتي دكتوره كبيره ما شاء الله، الجامعه متجوزين بقى لنا 22 سنه. مشكله زوجتي ان في انا وزوجتي ما فيش بينا مشاكل. هي مشكلتها ان انا من الاول من الاساس يعني وزيتي كان في شويه تردد منها، وبعدين احنا كملنا. حاليا دلوقتي والدها توفى في شهر 2، في حد بلغها كلام ان والدتي غلطت في والدها، فراحت جايه كلمتني بطريقه مش كويسه وبتاع وكلام من ده. شهر اخر 2 من هي استاذه جامعيه، شهر اخر شهر 2 اخر شهر 2 انا قطعت معاها الكلام، ما بتكلمش معاها بقى، قعدت شهر 3 و4 و5. يعني انت مسافر بره وهي في مصر؟ لا، احنا الاثنين مسافرين بس كل واحد في بلد. انت في بلد وهي في بلد ثانيه. ايوه تمام. فقعدنا ما نتكلمش بعض، على كنا بنكلم بعض تقريبا يوميا بالخمس ست ساعات يوميا، يعني على طول على طول حياتنا مع بعض كتاب مفتوح، وبنقعد ونتكلم كأي زوجين، وخمس ست ساعات كل يوم، سبع ساعات كل يوم. تمام. فقطعت انا حوالي ثلاث شهور، زعلت على انها غلطت فيا وغلطت في امي بطريقه الكلام، وبعدين هي قطعت برضه، وبعدين دلوقتي بدات انا اتكلم ثاني من شهرين. هي مش عايزه تتواصل، ووالدتها بتقوم بدور شرير. يعني اصل انتوا بقى متجوزين بقى لكم 22 سنه، ما انتوش متجوزين بقى لكم سنتين ولا ثلاث سنين عشان الامور دي تبقى هي اللي بتعكر صفوكوا. ليه ما قعدتوش تتكلموا بصراحه في الموضوع دوت، انه ممكن يكون اتقال ممكن ما يكونش اتقال، الراجل خلاص افضى الى ما قدم، نتفاهم كده بالحسنى وحياتنا مهمه. والله هي واخده موضوع ان والدتي ما كانتش موافقه عليها ده من 22 سنه، حطاه في اي مشكله بتحطه. يعني لما تجيلي زياره انا عندي او انا رحت يعني كل مشكله بتحصل هي بتتكلم في الموضوع ده. لازم نختمها. والدتك قالت، والدتك عملت. يعني طب هي والدتك لسه بتتكلم عليها وحش او لسه يعني مش بتحبها؟ والدتي بعد اذن حضرتك الست الفلاحه المصريه اللي لا تعلم اي شيء ولا اي حاجه، هي كانت موضوع ساعتها قالته طلع من دماغها وخلاص، يعني قالت كلمتين وخلصت على كده وقفلت. لكن الموضوع انتهى دلوقتي. اقسم لها بالله العظيم ان امي ما تجيب سيرتها تاني خالص، ما بتجيبش سيرتها تاني خالص. وامي لا تعرف ان انا بتتكلم غير طول الحمد لله. تمام؟ طيب عايزه ايه؟ زوجتك عايزه ايه دلوقتي؟ يعني هي ايه يرضيها؟ نعم. استاذه اشجان بتسالك زوجتك عايزه ايه دلوقتي؟ يعني ايه اللي يرضيها دلوقتي؟ هي ما بتتواصلش خالص وعامله بلوك لكل الحاجات، يعني بلوك ليك انت. ووالدتها اخر حاجه بعتالي بتقول لي عايزه 100,000 جنيه عشان تفتح رسائل. عشان تفتح ايه؟ عشان تفتح الرسائل ونبتدي نتكلم. لا لا يعني. سيبها مقفول. 100,000 عايزه 100,000 جنيه عشان تفتح رسائلك وتفك البلوك. انا كل اسبوع بطلع يلا. بس انا عايزه افهم حاجه، يعني هي دي اول مشكله تحصل ما بينكم؟ لا دي لا في مشاكل كتير، كانت مشاكل كتير بس ساعات بقى حاجات بتيجي كومن كده يعني. يعني الماده اللي بتحكمها يعني هي بقى لما بنتخاصم عشان تفك البلوك.
بلوك 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 ده كده 300,000 جنيه لو على كل ابلكيشن. عايز اقول لحضرتك حاجه لو سمحتي، ان الاولاد اتدمروا. انا عندي ولد كبير في مصر في كليه الطب. اكيد اكيد ما شاء الله، يعني حضرتك عندك مقاسات من 21 ونازل، يعني 22 سنه. العيال اتدمروا، يعني الاولاد اتدمروا. طب انتوا بتتقابلوا امتى بقى؟ يعني بتتقابلوا كل 3 شهور ولا بتتقابلوا كل 6 شهور؟ لا لا، كنا بنتقابل دايما على طول، يعني كل شهرين، كل 3 شهور، كل على طول. هي يعني هي في كشه بقى في الاخر اللي هي بعد الوفاه بدات تحصل الخناقه ووصلها كلام التطاول، ولا هو التطاول موجود من يوم الجواز وهي كل شويه تفتكره؟ لا لا لا، مفيش تطاول اصلا خالص، مفيش لا تطاول من خالص. الوالده يعني هي حاسه ان ماما، لا ولا من الوالده ولا من الوالده ولا من هنا ولا من هنا، مفيش تطاول لاي حاجه خالص، ولا امي هي زعلانه ان ماما قالت الكلمتين دول. لدرجه ان يا دكتوره جامعيه جايه من القاهره، قعدت جنب واحده في الاتوبيس، واحده في الاتوبيس، انت منين حته؟ انا من الحته الفلانيه. طب ده انا متجوزه من عندكم البلد. قالت لها خلي بالك، ده حماتك عامله لك عمل. بس خلاص يعني هو ده بس اللي حصل. طب انا عايزه افهم، مش انتوا كنتوا علاقتكم حلوه مع بعض وبتتكلموا بالخمس والست والسبع ساعات؟ هي نسيت كل ده او ده اتبخر ازاي؟ المفروض ان ده عامل رصيد ما بينكم انه لما تحصل مشكله تقعدوا تتفاهموا كده بالهداوه. لا لا لا، بص حضرتك، هي ماشيه في النظام بتاع الايه، الخراب الاسري، اللي هو الناس اللي بتنزل اللي بتقرا بتقرا كتب وتيجي وترشد الناس، وعامله نفسها بترشد الناس، وكل لما منعتها عن الكلام ده مش عايزه تمتنع، الناس بتقعد تكلمها ساعتين ثلاثه وبتقرا الكتب الاجنبيه وبتقرا الارشاد الاسري عارفه اكثر مما ينبغي. هي عارفه نظري، عملي حاجات والابراج وده شمالي شرقي وده شمالي غربي وده كده ماشي. فانا بحس انها بتتعامل بالمقادير، يعني مش بتتعامل بطبيعتها. لما بتبقى بطبيعتها بتبقى ملاك، لما بتبقى بطبيعتها بتبقى ملاك. هنرد اديكي سؤال له يا استاذه اشجان قبل ما نقفل معاك. لا، هو حضرتك سهل ان انت تاخد اجازه وتتقابله ولا صعب؟ انا اقامتي في البلد اللي هي عندها، انا كنت هي الكفيل بتاعي، يعني اقامتي إيه؟ عندها انتهت. إيه الكفيل بتاعها؟ بتاعه اقامتي عندها انتهت، وانا كدكتور كبير، طبعا انت عارفين الكورونا دلوقتي ممنوع ان احنا ناخد اجازات، فهو الحل الوحيد انها تيجي، وهي اصلا عامله لك بلوك. عامله بلوك ورافضه تفك البلوك غير لو بعت لها ال 100,000. ده والدتها بقى ربنا يهديها. لا، هي ممكن انا وجهه نظري ان ال 100,000 جنيه دي معانا من التلفزيون بعد واضح ان دكتور حماما، يعني لان مش سمتها، فواضح ان والدته كاجتهاد، والدتها كاجتهاد ام بقى ان اطلبي، فاحط الاجتهاد ده على جنب كله سواء منها، بس ان شاء الله هو من والدتها مش منها، لان هو لو نهجها كده كان زمانتها يعني متجوزين 22 سنه، زمانتها عاملاه معاك من زمان. انا شايفه ان البعد والست سبع ساعات، على فكره ان شاء الله بتتكلموا ال 24 ساعه، بس هي بتقرا كتير، فواضح اللي بتقراه حابه تطبقه ومش عارفه تنسى. الشخص في شخصيات ما بتعرفش تنسى الكلمه الوحشه، ان شاء الله بعد هيكلمني وهو متجوز بقاله 45 سنه وشايله هي في قلبها كلمه والدتك او حد قال لها كلمه. فالتواصل زي عدمه بصراحه في النقطه دي، في المشكله دي. الحل ان هي تقول لوالدتها زي ما قالت لك كده العرض، والله احنا محتاجين نقعد، مفيش فيه حاجه اسمها فلوس بالظبط، مفيش فيه حاجه الكلام ده، وما هو يا كده يا خراب البيت. انا ما بقولكش ان انت لا قدر الله تطلقها عشان جديد، يعني والله انا ما هو اللي بيتكلم اهبل المستمع عائل، فهي فكره ان حد يقول لي رفعت السقف وقالت له نطلق. والله لو هو ده قرارها خلاص، خلينا منفصلين عاطفيا وخلاص. يعني انا لازم احسس اللي قدامي ان انا البيت ممكن يتهد يا ندى. هو كده لسه ما تهدش؟ لسه ما تهدش ليه؟ لان هو رافع سماعه، يعني بالطريقه اللي هي بتتعامل بيها دي، والله اعلم احنا ما سمعناش منها، ممكن يكون هو مثلا بيقول والله ده ماما كان عندها حق لما قالت عليكي كذا مثلا. ما هي عشان كده هي كلمه قالتها من زمان، وهي في كل مشكله بتقعد تقولها ما بتنساش، فهي لازم انها تقعد مع حد او حد يقعد معاها، ان يا جماعه التقليب في الماضي ما بيحيش مستقبل. يعني انا لو هو قال لي في الخطوبه إيه انت كنت رفيعه قوي، او انت او امه قالت اهلها وما اعرفش ايه، او انتم محبكينها، او والكلمه فضلت بعد 55 سنه وهي بتقول نفس الكلمه، هتبقى دي سبب منغص لفتح ابواب مشاكل كتير. فشكل التواصل ما ينفعش، ان انت ما ينفعش حته تشيل البلوك والكلام ده كله. اصلا ماما تطلع من القصه وهو من رقم تليفون تاني يكلمها ويقول لها هنتكلم. انا مش عايزاه يتكلموا دلوقتي، في اولاد كبار، فالرساله توصل عن طريق الاولاد، يا اما توصل الاولاد ما يعرفوش اصلا كل خلاص، يعني هي متدمرين الولاد، عارفين
عارفين اكيد العيال في مصر، هو في حته وهي في حته والعيال في مصر. هو دي من مآسي ومن معاناة الغربة، بس فكرة إن موضوع فلوس مقابل ده أنا ضده تماما والله. فكرة يعني ما ينفعش يا جماعة حد يلوي دراع الحد التاني، وخصوصا إحنا مش سامعين منها، بس أيا كان مبرراتها هو ما عملش حاجة عشان أقول له والله ده أنت اتعمل لك بلوك وفك البلوك بفلوس. ماذا بعد؟ هنكمل إزاي يعني كده؟ بصي يا أستاذة أشجان، ليس دفاعا عنها ولا عن أي حد، بس الناس لازم تبقى عارفة إن الكلمة السيئة بتوجع، ومهما يعني انت قلتها لاي حد قدامك لو عدى عليه سنين. انا اقصد بشكل عام مش على الحاله بعينها، احنا اسهل حاجه عندنا يا استاذه اشجان نروح دبين الكلمه في وش اللي قدامنا وماشيين وسايبينه. انت لازم تبقى عارف ان ده بيزود اسى، بيزود زعل، ويوم ما بتيجي تعتذر عمر من اللي قدامك ما هيقدر ينسى لك الاساسي. هي قبلت بالجوازه يبقى كانت لازم تنسى الكلمه اللي اتقالت، لانه يا اتناسى، في ناس مش بتعرف ما بتعرفش تنسى، بس اتناسى وعدي، وخصوصا ان مش الزوج اللي قالها. دي نقطة. النقطة الثانية ندى، الناس ما هي حياة، لازم هتسمعي، ما فيش، ما احناش عايشين في مدينة فاضلة، وكل منا ممكن يكون جرح حد بقصد أو بدون قصد. يعني هي الناس ما فيش حد مهما أكون عارفة أن ممكن الكلمة توجع، ممكن أكون قلت كلمة ما بتوجعش بس اللي قدامي خدها بحساسية. فاحنا في دنيا هنوجع ونتوجع لحد ما نموت ومن يوم ما اتولدنا، فهي دنيا بنتعامل إزاي؟ إن ما بكررش الغلط، إني بعترف بيه، إني بسامح إذا كان في الإمكانية سماح، واني بسيب الزمن يداوي جزء من الموضوع. فهي طرق اتعامل، انما الكلمه هتتقال هتسمعي الكلمه اللي تتعبك، وانت ممكن غصب عنك زي ما بقول، وفي ناس بيتقال لها كلام تقيل وبتسمع كلام اتقل. كلنا يعني ما حدش، ما اقدرش اقول لك عمري ما قلت كلمه تزعل حد، لا يمكن حد يجي يعاتبني في كلمه انا وجهه نظري انها ما تزعلش. ما اختلاف يا جماعه، واختلاف تفكير وطباع وواقع الكلمه، ما هو برضو بتحمل اكتر من معنى، ممكن حد شايفها بمعنى وحملها بمعنى تاني. القصد في الموضوع ان انت ما ينفعش ان انا دلوقتي بعد مسيره حياه 22 سنه ولا 21 سنه ان انا احكم العلاقه بفلوس، ولا احكم العلاقه بوالدتها على عيني وعلى لما راسي، تحصل مشكلة ولا ببلوكات ولا ببلوكات. فهي الحل دوبان الكلام ده، فان حضرتك يا اما توسط حد عاقل راشد، يا اما حضرتك تتكلم مع والدتها لو هي ست عاقله ونتوسم فيها كده، يا اما تحاول توصل لها هي شخصيا. والله انا الحل اللي عندنا ان في اقرب فرصه تيجي ونتناقش حياتنا رايحه فين وهنكمل ازاي، وانت شايفه ان الحل ده مرضي. لو قالت لك فعلا ده يرضيني، قول لها مبرراتك ايه في الرضا ده، اسمع دماغها بتفكر ازاي، الشمالي والجنوبي والحاجات دي. كتر التعمق، زي التعمق في التربيه الايجابيه، زي التعمق الفلسفه، الكلام ده يا جماعه كتر الكلام فيه بيوصلك ان انت تبحث عن الكمال، والكمال في الجنه. انا مش عايزه شخصيات كامله، سيدنا النبي هو اللي جالنا، هو المثال عليه الصلاه والسلام ان ربنا عصمه. انما فكره ان انا بتكلم على ان ابحث عن شخص فيه الكمال، او ان انا بدور، احنا بندور ازاي المركب تمشي باقل خسائر، ولما الخسائر تحصل ازاي نصلحها. انما البحث عن دايما المستوى الاعلى، ممكن هي دلوقتي على فكره تكون بسط ان جوزها على فكره كان فيه صفات كتير محتاجه تغير، هي ما بتبصش لنفسها. غير البعد يا اولاد، بعد صعب جدا. نقطه البعد دي كمان يا استاذه اشجان زود الفجوه، عايزين نبقى نتكلم عنها، لان اللي بينزل ويقعدوا مع بعض ويتفاجئوا ان هم اشخاص ثانيه ومش زي بعض. يعني لكن خلينا نعتذر لمشاهدينا الاول ان احنا كان معانا اتصالات كتير، لكن الحوار اخذنا وما قدرناش ناخد اتصالات كتير ورسائل اكتر. ان شاء الله الحلقات القادمه تتعوض باذن الله، ونرد على كل اتصالاتكم واسئلتكم. خلينا نشكر استاذه اشجان يحيى خبيره العلاقات الاسريه ربنا يبارك فيك جدا على وجودك معانا. ربنا يبارك فيك يا رب. شكرا ليك يا حبيبتي. طيب ربنا سبحانه وتعالى يصلح كل البيوت ويجعلها دايما فيها بركه وهنا وسرور، ونسمع بعض. يعني مش لازم نخلي اطراف تانية تتدخل من بيننا عشان دي بتبقى النهايات.